أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المية اللي هي البروتوليتك والحالتين بتوعها، اللي هو الهينيوس اللي احنا عرفنا ان هو specific with limiting rate، وعرفنا الحالة التانية اللي هي فانت هوف، وعرفنا ان هو general mechanism with no limiting rate، يعني خط مستقيم طالع من ما لا نهاية. وهو غالبا الطبيعي بتاع كل الحاجات دي ان هو جنرال ونو ليميتنج ريت، ما عدا الهينيوس الاولاني بتاع المايه بس هو اللي كان سبيسيفيك ويز ليميتنج ريت، اللي هو كان بارابولا حقيقي. طيب الحاله الثانيه ان البي ليست الماء اسمه بروتوتروبيك. طب نشوف بروتوتروبيك ده، بروتوتروبيك مع الهينيوس اللي هو الشيطان اقوى من ذهابه للبروتوتروبيك، اللي هو كي ماينس 1 اكبر بكتير من، هو ساعات بيسميه ار ماينس 1 اكبر بكتير من ار 2، هي هيها يعني. طيب يبقى عندي الريت انا هعوض كده اهوت الريت هنا اللي تحت بقى في الهينيس كبيرة، هيبقى لي بس الجزء ده كده هنا. ملاحظ برضو ان عندي البي موجودة، بي اتش موجودة، بي موجودة، بي اتش موجودة. يبقى هعمل ايه بقى؟ هقسم الراجل هعمل على مراته بي اتش بوزيتيف على بي، هنا هقسم بي اتش بوزيتيف على هنا، البي هتروح يبقى بي اتش بوزيتيف بس، هيبقى لي هنا اتش 3 او على كي ايه او بي هنا اهوت. البسط كده كده هيروح دوت، البسط مش هيتعوض فيه حاجة، اتعوض فيه حاجة. انا ملاحظ هنا ايه بقى، ان هو في المقام متعود على بي اتش بوزيتيف، ماليش دعوة في المقام، ماليش دعوة بالمقام، يبقى جنرال كاتاليسيس، جنرال كاتاليسيس. طالما المقام ما فيهوش هيدرونيوم يبقى جنرال كاتاليسيس، و جنرال كاتاليسيس هل دي ده في هنا بي اتش بوزيتيف وتحت في اتش 3 او، هل في اكس تحت يعني اكس هنا، هل في اكس تحت؟ لا مفيش، يبقى ده with no limiting rate، اهي بروتوتروبيك ارهينيوس جنرال كاتاليسيس with no limiting rate. يبقى دي ارهينيوس هو كاد ان هو يعملها بس فوجئ ان فوق مفيش هيدونيوم، فطبعا طالما مفيش هيدونيوم فوق يبقى جنرال، وطالما مفيش هيدونيوم تحت يبقى معنى كده ان ده مش بارابولا، البارابولا لازم يكون فيه فاريبل فوق وفاريبل تحت. نشوف الحاله الثانيه اللي هي فانت هوف، اللي هو الطبيعي جدا ان هو بيتغلب كي 2 بيتغلب على كي ماينس 1 قوة الرجوع للتخلف. مرة أخرى هعوض كده ان كي ماينس 1 هتروح كده اهوت، هنا هيتبقى لي ان اللي تحت فيه كي بي اتش نود كي بي وكي 1 كي بي اتش اس نود بي. نفس الكلام برضو هعمل هنا، هقسم على البي، هتروح البي من فوق وهنا وهنا هتروح البي ديت، وهيتبقى لي هنا بي كده اهوت، فوق هيتبقى برضو اللي هو هيبقى جنرال، وتحت فيه تحت فيه هيدرونيوم وفوق فيه حامض، يبقى معنى كده ان ده اولا فوق في بي اتش مش هيدرونيوم يبقى جنرال، تاني حاجه مش بارابولا يبقى جنرال كاتاليسيس ويز نو ليميتنج ريت، ونفس الكلام بتاع اللي فات دوت، يبقى ده بروتوتوبيك يبقى جنرال كاتاليسيس ويز نو ليميتنج ريت. هو رسم سمري بقى، عمل لي سمري كده حلو مبسط، بيقول لك البروتوتيتك اللي هو في ميه، هو في ميه الارهينيوس بتاعه specific with limiting rate، specific with limiting rate هو الوحيد اللي شاذ كده الارهينيوس، الباقي كله الفانتو اللي هو الارهينيوس بتاع البروتوليتك الفانت الفانت اوف بتاع الاتليتك، والارهينيوس بتاع البروتوتروبيك الحاله الثانيه اللي هي ديت بي، والفانت هوف بتاع البروتوتروبيك كلهم جنرال كاتاليسيز ويز نو ليميتنج ريت، كلهم خط مستقيم، كله ماشي خط مستقيم ويز نو ليميتنج ريت. احنا كده خلصنا الحمد لله الجنرال اللي هو الاسيد كاتاليسيز، وان شاء الله هنخش على الشابتر 2 في كاتاليسيز اللي هو موضوع كبير شويه اللي هو السيرفس كاتاليسيز، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفهمه مع بعض. شكرا واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.